مشاهدينا الكرام، ظاهرة التسوق عبر الانترنت يصفها الكثيرون انه هي ظاهرة حضارية. ليش؟ لان هي تتيح للمتسوقين وقت مناسب ان هم يتأملون المعروضات المعلن عنها، بالتالي راح يقتنع ويوصل الى قناعة معينة ويشتري المنتج المعلن عنه. لكن رغم هذا هناك من يخدع المشتري. فبالحلقة السابقة ناقشنا عن إيجابيات التسوق عبر الإنترنت، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا راح نناقش سلبيات التسوق عبر الإنترنت، شنو المشاكل اللي يواجهها المواطن، شلون يتعامل وياها، كل هذا وأكثر. لكن قبل ما نروح نخوض بالتفاصيل خلينا نروح للتقرير وراجعين. أصبح شراء المنتجات بكافة أنواعها وأشكالها أمر بسيط جدا لكل واحد من عندنا. الكثير والكثير الآن من الناس يفضلون شراء كل ما يريدون من خلال البائعين المتواجدين على شبكة الإنترنت، سواء كانت هذه الطلبات الغذائية الشهرية أو الملابس أو الإكسسوارات. وهذا الاتجاه عزز من تواجد البائعين على الإنترنت. حاليا تقدر تشوف أي نوع من المنتجات على الإنترنت، بل الأكثر من هذا أن هذه المنتجات متوفرة من بائعين مختلفين. ولأنها تجربة شخصية كلياً، الشراء إلكترونياً وفر لكثير من المستخدمين السرية، فالكثير من هؤلاء المستخدمين يشعرون بالإحراج أو التوتر من معرفة الآخرين ما يقوم بشرائه، وهذا التسوق الإلكتروني وفر لهم هذه الخاصية. لكن التسوق عبر الإنترنت يمكن يعرضك لجملة من الأمور اللي تقع ضمن عمليات الاحتيال، ومن الشائع سرقة بيانات بطاقات الائتمان والتصيد الاحتيالي والقرصنة وسرقة الهوية والمنتجات المزيفة وغيرها من عمليات الاحتيال اللي أكد عليها المتسوقين عبر تجاربهم الخاصة بمختلف مواقع التسوق اللي ممكن تعرضك للاحتيال. أو حتى بعض البائعين يجعلون العملية سهلة، لكن الكثير منهم يجعل الأمر أكثر صعوبة لإعادة البضائع أو استرداد الأموال، أو حتى في كثير من الأحيان راح يكلفك تدفع تكاليف الشحن. بعد ما رجعنا من التقرير المشاهدين الكرام نشوف أن ظاهرة التسوق عبر الإنترنت جعلت الكثير يقع ضحايا لشركات وبيجات وهمية هدفها أنه هي تخدع المواطن بطريقة معينة. من أساليب الخداع المتبعة في الوقت الحاضر هو طريقة الإعلان عن المنتج، يعني الإعلانات اللي يشتغلوها بطريقة محترفة، بالتالي راح ينخدع المواطن. لو يعني شقد ما المواطن مقتنع أنه هو ما يريد يشتري من الإنترنت أو يتبضع من البيجات، راح ينجبر أنه هو يشتري وراح ينجبر أنه هو يشوف المنتج بطريقة جميلة ويطلبه. من يطلبه راح يشوف أن المنتج هو مخالف للصورة أو هو مخالف للفيديو المعلن عنه. ليش؟ لأن هناك الإعلان يشتغل بطريقة محترفة، يشتغلوها بطريقة ألوان معينة، بصورة وبزوايا معينة، بطريقة المونتاج. هنا راح أنه أنت تحب هذا الشيء المعلن عنه وراح أنه أنت تريده، بالتالي نشوف أنه أكثر فئة تنخدع بهذا الموضوع هم النساء. النساء ليش؟ لأن النساء صعب إنه هي تطلع المكان يعني المكان اللي تريد تشتري من عنده أو المحل اللي يعني عنده بضاعة معينة، صعب الخروج أو الازدحامات أو إنه هي عندها التزامات أخرى أو صاحبة دوام، فتقول أنا أسهل طريقة وأنسب طريقة هي فعلاً أنسب وأسهل طريقة هو تبضع عن طريق الإنترنت. لكن بوجود هذه البيجات هي راح إنه هي تضيع، ما راح تعرف إنه المنتج الحقيقي أو المنتج أو الجهات الحقيقية واللي صدق داخله للموضوع بجدية، لأن هذا الموضوع أثر بشكل سلبي على المنصات والبيجات اللي هدفها إنه هي تنجح، هدفها أنه هي تنشئ مشروع، هدفها أنه هي تكبر مشروعها، هدفها أنه هي تعمل بكل صدق وأمانة. لكن بوجود هذا النوع وهذه النماذج راح يأثر سلباً على موضوع الناس اللي تشتغل بكل صدق. عندنا موضوع البيع الإلكتروني. البيع الإلكتروني هو طبعاً موضوع مهم، هو ابتلع جزء كبير من البطالة. الشباب حبت الموضوع، لكن مثل ما قلنا أنه هذا الترويج والإعلانات اللي دا تشتغل هي دا تشتغل بطريقة هي لا بأس بها ودا ينخدع المواطن. إذا المشاهدين الكرام خلونا نتحدث في نقطة مهمة جدا هي شركات التوصيل في العراق. نشوف بعض الشركات عندما يجينا المنتج إن هم يرفضون إنه هو يرجعون المنتج، أو باعتبار تعاملهم مع البيجات والمواقع إنه نظامهم إنه هم ما يسترجعون المنتج أو يستبدلونه. وإذا
بعض الشركات قبلت ان هي تسترجع او تستبدل، فالشركات التوصيل تقول انه احنا ما مشمولين بهذه الآلية، احنا ناخذ حق التوصيل سواء كان قبلت او حتى رجعت المنتج او استبدلته. بكل الاحوال اثناء عودة المندوب راح يرجع انه هو ياخذ منك الأجرة. إذا جينا حكينا على الأجرة بين شركات التوصيل فهي متفاوتة حسب كل شركة. نشوف مثلا بغداد بأجر مختلفة والمحافظات بأجر عالية أيضا هم متفاوتة. فهذا الموضوع نشوف ماكو إلى نظام معين، ماكو تنظيم لعمل هذه الشركات الأهلية وشركات التوصيل. إذا جينا قارنا موضوع شركات التوصيل وتوصيلها للبضائع راح نشوف أنه بالسويد طبعا عندهم التوصيل يكون مجاني، وهذا التزام مع الشركات انه هو مجاني. هذا يتيح للمتبضع والمشتري انه هو يقدر يرجع ويستبدل المنتج بكل سهوله، باعتبار انه هو راح يقدر يرجع ويستبدل مجانا بدون اي خساره. ما ننسى انه موضوع بعض المنتجات هي قيمتها مثلا 5000، انا ادفع مثلا محافظات اجرتها 10,000، فيصير الضعف. إذا هناك تنظيم، إحنا هنا بالعراق ما نشوف أكو تنظيم. نشوف إنه الشركات الموجودة بالعراق بأعداد كبيرة وغير متناهية. نشوف تقريبا حسب الإحصائيات الموجودة إنه أكثر من 1000 شركة أهلية وشركات توصيل موجودة بالعراق. إذا جينا حكينا إنه الشركات الأهلية، إنه أي ممارسة للشركات الأهلية بدون إجازة أو وكالة رسمية، راح نشوف حسب المادة الثالثة من قانون البريد العراقي رقم 97 لسنة 1973، إنه إذا ما عندهم إجازة راح يتعاقب بعقوبة لمدة 6 أشهر. تمام؟ بالإضافة إلى موضوع إنه يكون التوصيل الرزم، الطرود، السلع، كلها يكون هو حصري لشركة البريد إلا إذا كانت الشركة ملتزمة بإجازة أو وكالة بريدية. لكن خلينا نشوف هذا الموضوع يعني مطبق بالعراق، يعني هذا الموضوع مطبقيه بصورة صحيحة، ملتزمين بهذا القانون إنه من حق الشركة البريد هي اللي توصل. طيب نشوف أيضا من الأمور الأخرى اللي هو المندوب يكون مثلا هو يعني ينزعج من شغلة انه هو تبطي المنتج او ترجع بالمنتج او يكون مغلف بطريقة معينة صعب نفحصه، بالتالي هو راح من يعبر منطقة معينة يقول لك انا ما راح ارجع لاستلام الطرد مرة اخرى حتى انا ارجع. اكثر من تفاصيل، لكن من التفاصيل المهمة اللي يجب نذكرها انه بالعراق هذه الشركات مستوفية للشروط. شلون نشوف انه الشركات بتظهر بصورة كبيرة؟ اكو تنظيم لعملها، هذه الشركات ماخذة اجازة، يقدر المواطن انه هو يسترجع حقه. كل هذا واكثر راح نشوفه بهذه الاجابة وراجعين. يولي البريد العراقي هذا الملف اهمية كبيرة، حيث اتخذت إدارة البريد العراقي الحالية سلسلة من الإجراءات الفنية والأمنية والتنظيمية بخصوص عمل الفئات العاملة في مجال النقل والتوصيل غير المرخصة ضمن القطاع الخاص، والتي تتمثل بالشركات، المكاتب، الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية والأفراد. وبالإمكان الوقوف على أعداد الشركات من خلال وزارة التجارة مسجل الشركات. أما فيما يخص المكاتب فبالإمكان تحديد أعدادها من خلال غرف التجارة في المحافظات. أما فيما يتعلق بالصفحات أو التطبيقات الإلكترونية والأشخاص فلا توجد إحصائية دقيقة لهم حاليا، وهنالك تنسيق عالي المستوى مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة لتهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول تلك الفئات. وسيقوم البريد العراقي بدوره بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل تلك الفئات، والتي ستمكنه وباقي الأجهزة الأمنية من معرفة كافة الفئات المرخصة العاملة في هذا المجال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الفئات غير المرخصة بما يحفظ أمن وسلامة وحقوق المواطنين من جهة، والدولة والمال العام من جهة أخرى. جميع الفئات غير المرخصة من قبل البريد العراقي تعتبر مخالفة للقانون كونها غير ملتزمة بمضمون قانون البريد العراقي رقم 97 لسنة 73، وتعتبر أيضا ذات تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد الوطني، فضلا عن الجوانب السلبية الأمنية
المتعلقة بعمل تلك الفئات المتمثل بعدم الالتزام بقوائم الممنوعات الصادرة عن البريد العراقي وهيئة أو الهيئة العامة للجمارك. فيما يخص أجور ترخيص تلك الفئات فهي كما يلي، أو يمكن تصنيفها كما يلي: الشركات 8 مليون دينار سنويا، المكاتب 3,500,000 دينار سنويا، المواقع أو التطبيقات الإلكترونية 1,500,000 دينار سنويا، وأخيرا الأشخاص 500,000 دينار سنويا. إذن من النقاط المهمة اللي يجب نناقشها بحلقتنا لهذا اليوم موضوع الشركات اللي هي تجذب المواطن بطريقة معينة، شلون؟ يعني شخص يجيك يقول لك إنه هذه الشركة موجودة بالفعل، وهذه مجرد إنه أنت راح تنطي مبلغ كأنه يكون 1,000 دولار 2,000 دولار حسب الشركة، من خلالها أنت راح تروج على منتج معين، هذا المنتج راح يجيب لك مبالغ كبيرة، ممكن بشهر معين أنت راح تحصل على أضعاف المبلغ اللي أنت دفعته، بالتالي راح تحصل على موبايل أو سفرات أو يعني مزايا كثيرة. هاي هنا نشوف الشركات بدأت تعزف على الوتر الحساس للشباب اللي هو إنه ما يمتلك شغل، إنه هو ما عنده وسيلة للعيش، إنه هو راح يشوف إنه فعلاً إنه حياته راح تتغير، فعلاً إنه راح يكسب مبالغ هو وقاعد بالبيت بضغطة زر معينة، هو راح يشوف حياته كلها تتغير. لكن نشوف انه هم ايضا يرغبوا بطريقه معينه، شلون انه يشوفون نماذج كان يكون صاحب كشك، شوفوا شلون صار، شلون اشترى بيت، شلون اشترى سياره. هاي هنا المواطن بسهوله اصبح ينخدع، تحديدا الشباب المراهقين والشباب الخريجين والشباب اللي هم يريدون بس يجدون فرصه عمل. فهنا الموضوع يحتاج لعنايه، يحتاج لتركيز، يحتاج انه اني ابحث بالموضوع. من اساليب الخداع ايضا تتبعها بعض الشركات انه اللي يرغبك بالموضوع صديق، اخ، عم، اقارب، يعني انت راح يعني تثق بيه ثقه عمياء، انه معقوله صديقي راح يخدعني او اخويا او ابويا، يعني هاي التفاصيل. فهاي اساليب خداع جديده دا يتبعوها بعض الشركات ويعتبر تسويق هرمي. فهنا نشوف كلها او الاغلبها هي باءت بالفشل. لكن اذا جينا دققنا بالموضوع راح نشوف هناك اكو شركات رصينه او شركات موجوده بالفعل، وهذا هدفها انه هي تكبر منتجاتها وتكبر شركاتها وفعلا حقيقيه. اذا هنا يجب على المواطن انه هو يفرزن وانه هو يحاول يبحث قبل ما يدخل لاي مشروع، سواء الشركات اللي ذكرناها التسويق الهرمي او الشركات او البيجات او الشركات التوصيل وغيرها، يجب ان تكون عنده علم ودرايه ووعي وثقافه عن الموضوع، يبحث بكل التفاصيل، مو فقط انه اني انجذب للمبلغ اللي ممكن اني احصل، ممكن اني اخسر. وفعلا كثير من الشباب خسروا المبلغ اللي دفعوه، ممكن هو كان يجمعه بتعب وباشهر، ممكن هو يفتقده بلحظه معينه. ايضا من السلبيات الموجوده بالانترنت كثيره لا تعد ولا تحصى، لكن كان لراي المواطن دور بحلقتنا لهذا اليوم. تعال نشوف شنو المشاكل اللي واجهوها عبر التسوق عبر الانترنت او عبر الاشتراك بشركات معينه، شلون حاولوا يحلون المشاكل اللي واجهوها. تعال نشوف الاستطلاع وراجعكم. والله هي هواي صارت مشاكل شغلة التسوق الإلكتروني، يطلع المنتج أبدا مو فعال، مثل مو مثل ما يروجوا له ويوصفوه، بالعكس يعني يجينا المنتج لا يسوى سعره ولا نفس ما احنا بنتوقعه. وطبعا هم يقولون يعني ممكن انه تبلغون او تراسلونه ويرجع المنتج، بس لا يعني اصلا يصير بلوك، اصلا ما توصل لهم بعد نهائيا اصلا هذا البيج اللي نشر. فقدنا الثقة بكل التسوق الإلكتروني بصراحة. والله شيء مو ناجح، انا كم مرة جايب لنا خدمة توصيل، يجيب لك اياه مو ذاك الشيء اللي تريده، لو يجيب لك اياها شيء ناقص، لو يجيب لك اياها شيء خربان، ومن تريد تخابرهم يغلقون جهاز لك، لو يسووا لك بلاك. اني كم مره صاير بيها هيك، انا قبل كم يوم ردت تابلو اشتري، خابرتهم جابوا لي تابلو كان غير شيء طلع، مو راد ذاك الشيء انا ردته، ردت الساعه هم نفس الشيء، يعني الشيء فاشل، نهائيا ما بينفقه. يعني انا كم مره رايح خدمه توصيل خابرهم جيب لنا، يجيك ورا 24 ساعه تخابره يقول اني فلان مكان، تروح تستلم من عنده، لا هي اخذ فلوسه من عندك، تشوفه الشيء مو الشيء اللي تريده، لو اصلا ما يربط بشيء انت تريده، وسعر
إذا تشتريها بالسوق ب 18 وب 15 هو يجيب لك إياها ب 35 ب 50000. حقيقة من أبرز سلبيات التسوق الإلكتروني هو الفارق بين عرض البضاعة وبين ما يوصل للمواطن، يعني بون شاسع. ومع جل احترامي أصبح التفنن في الكذب وترويج البضاعة للمستهلك يحتوي على كذب كلش كبير وزيف وادعاء، إضافة ذلك أنه ماكو مصداقية، والدليل على ذلك أنه لو أكو مصداقية احنا نشوف كثير من المروجين لهذا التسوق أنهم يعلنون عن أماكن تواجدهم الحقيقية، وهذا بحد ذاته دليل على أنه هنالك زيف وكذب وادعاء. إضافة ذلك نقطة مهمة أنه البضاعة اللي يطلبها المستهلك وبين البضاعة المعلن عنها أيضا فوارق كلش كبيرة، يعني درجات البضاعة اللي توصل جدا متدنية ليس كما التي يعلن عنها في حقيقة الإعلان. أما الأسعار فحدثي ولا حرج، يعني من تجين وشوفين البضاعة المعلن عنها كأنما مبالغها فعلا حقها بيها، لكن من تجيج ما تسوى دراهم معدودة، لذلك نشوف حتى بالأسعار يغلون أثمانها لكن هي ما تستحق هذا الثمن. الحل برأيي أولا يكمن بالمستهلك، المستهلك إذا ما تعرف المنشأ والمكان اللي تتسوق من عنده كيب أوت، ابتعد عنه، خلي أوت بيشن خارج القوس، لكن ضروري جدا أن نعرف المنتج ومحل تصنيعه والمروجين عنه. الدولة بعيدة كل البعد عن هذا المجال، أبد ما إلها دور، كأن تارك الحبل على الغارب. المفروض وهذا من أولوياتها، من أولوياتها أن يكون لها دور بين المستهلك والتاجر، لكن مع جل احترامي رافعة أيديها الدولة. يعني بالمناسبة يعني هسه لو نجي على البضاعة الصحية التي يروج عنها، وين وزارة الصحة بهذا الموضوع؟ وكذلك حتى بالمنتجات الأخرى الكثيرة يجب أن تكون للدولة يد وخط ربط بين المستهلك والبطاقة. يعافيكم. والله بالنسبة لنا يعني كنساء قاعدات بالبيت ما نقدر نطلع مرات، ما تحنا الفرصة. يعني هذا الموضوع يعني بالنسبة لنا إيجابي، يعني كإيجابية مثلا يوصل يم البيت أوكي، يعني هاي. بس أكو سلبيات هواي بالموضوع، مثلا الشيء اللي إحنا دزينا عليه ما يطلع نفس اللي إحنا نريده، مواصفات للريدها، يعني الجودة مو نفسها، الأسعار همينة، يعني الأسعار مالتهم يعني شوية مو نفس الواحد يروح بنفسه يشوف أو مثلا يتعامل شيء، لا الأسعار مالتهم غالية. صار عندي تجربة بملابس يعني دزيت وطلع يعني الموديل يعني النوعية مو نفس المعروض، اي والمشكلة انه من يدزون ما يقدرون يرجعوه، يعني ما يرجعوه، وتطلع اكو صفحات وهمية، يعني اكو صفحات حتى يعني يعلنون عنها كمثلا طبيب او منتج يعني تجميلي او شيء من ندز عليه وناخذه مثلا يطلع مو مثل اللي احنا نريده، اذا نتصل عليهم ما يجاوبونه، يعني ما بعد ما يقولون احنا الرجع مثلا بالاعلان اذا ما يعجبكم رجعوه او بدلوه او شيء، بس بعدين من ندز عليه وناخذه يصير غير حكي، يعني بعد ما يرجعوه. يعني اكو مثلا ناس مثلا الانترنت هو صار مثل ما يقول بحياتنا اليوميه، هو فشي يعني دخل للتسوق ودخل بهاي المجالات كلها، فاكو يعني شركات واكو مثلا بضاعه زينه او ناس يعني عندهم مصداقيه، بس هاي الشغلات هذا الغش اللي صار خلى يعني عم على البقيه. شوف كل دول العالم موجود عندهم البيجات الوهميه، الشركات الوهميه، لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف انه بعض الدول حاولت انه هي تحمي حق المشتري. شلون؟ مثلا مصر المتضررين جراء الشراء اونلاين سووا انه يقدر المتضرر يقدم شكوى او بلاغ رسمي لمكتب الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات الموجود بوزاره الداخليه، يحاولون يقدمون هذا البلاغ.
الرسمي، وتقوم الجهات المختصة بعمل والتفتيش على أصحاب البيجات والمواقع والقبض عليهم. وأيضا من الأمور الأخرى اللي حاولوا يعملوا أن هم تموا أنه إعداد قوانين جديدة، قوانين تضمن حقهم بالشراء أونلاين. سووا قانون للتجارة الإلكترونية، تم العمل عليه وتعديل القانون وتعاون بين وزارة التجارة مع وزارة الاتصالات، وحاولوا ينهضون بقانون جديد. طبعا من الامور الاخرى اللي تقدمها مصر لمشترين او لمواطنيها حتى ما ينخدعون، انه بعض التوجيهات اللي هي الشراء من جهات رصينه، الشراء من علامات تجاريه شهيره، الاحتفاظ بفاتوره الشراء، هاي حتى يضمنون حق المشتري. ايضا من الامور الاخرى ان الاعلانات الالكترونيه يجب ان تكون هي اعلانات مسجله لدى الدوله حتى يحافظون ويحمون المنتج ويحمون المشتري. لكن احدى النقاط اللي يجب نذكرها انه موضوع اللي ما يقدرون يتدخلون به اللي هو موضوع الاكل، الترويج عن الاكل، الملابس، ما يقدرون انه هم يحاولون يحتوها. ليش؟ انه هاي تعتمد على وعي المواطن وثقافته، انه هو المسؤول الحقيقي والاول عن شلون يحمي حقه، يعني يتفق مع البيج اللي هو يحاول انه هو يتبضع من عنده انه يقدر يرجعه، يحاول انه هو اذا ما عجبه، اذا هو مخالف للمعلن عنه، شلون انه هو يضمن حقه. تعالوا نشوف احنا بالعراق عندنا قانون يحمي المشتري، يعني اكو قانون ينظم عمل هذه الشركات والبيجات. يقدر المواطن اذا انخدع واذا انه هو صار عليه نصب واحتيال مثل ما نقول، يقدر يطالب بحقه وشلون؟ تعالوا نشوف هذا الجواب وراجعين. في الطرق الاعتيادية أو الطبيعية عندما نحتاج إلى شراء مادة معينة أو بضاعة معينة أو حاجة، نذهب إلى السوق أو إلى المحلات المعروفة لدينا من أجل شراء بضاعة جيدة تتناسب مع حاجتنا أولا، ويكون سعرها مناسب لهذه المادة، وبالتالي لا يحصل هنالك غش أو خداع أو احتيال في طريقة عرض المادة. يعني أنا من أريد لي محتاج حاجة، أذهب إلى السوق وأختار المحل الذي أعرف صاحبه أو العاملين فيه، وبالتالي أستطيع أن أخذ البضاعة وأنا مرتاح نفسيا ومرتاح من جودة هذه البضاعة المعروضة وتتناسب مع سعرها. وهذا بالتأكيد هو عقد، يعني البائع يعرض بضاعة والمشتري يأخذ هذه البضاعة، يعني عرض وقبول، يعني عرض وطلب، وبالتالي هو عقد شفوي. احنا العقود أنواع، العقود أحيانا تكون مكتوبة بين الطرفين، لكن في مثل هذه الحالات هو العقد سيكون شفوي بين البائع والمشتري، وبالتالي صاحب المحل أو من يعرض البضاعة أو المنتج يكون حريص على سمعة محله، وبالتالي يعرض البضاعة الجيدة. هذا بالطرق العادية، يعني عرض وطلب. احنا هناك عندنا إيجاب وقبول، إيجاب من قبل البائع وقبول من قبل المشتري، وبالتالي إذا حدث بهذه المادة خلال فترة الضمان أو الصيانة عطل بهذه الحاجة التي اشتراها المواطن، يستطيع العودة إلى صاحب المحل ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتصليحها، بتبديلها، إلى آخره من المسائل. لكن ظهر عندنا بالآونة الأخيرة طرق عديدة وجديدة للبيع والشراء عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. احيانا اشخاص يعرضون بضاعة معينة، وهذه البضاعة قد لا تكون موجودة بالاسواق المحلية، يضطر المواطن او المشتري الى مراسلة الجهة التي عرضتها وطلبها وايصالها بالطرق السريعة، طرق التوصيل. احيانا بعض الاشخاص يستغلون هذه الطريقة بالبيع ويستخدمون الغش والخداع، يعني يعرض بضاعة
المشتري بحاجة لها وبسعر مغري، وبالتالي عندما يطلبها المواطن أو المشتري تظهر هذه البضاعة سيئة وليست هي المطلوبة وبسعر مكلف أحياناً أكثر من سعرها الحقيقي. للأسف الشديد هذه هي إحدى وسائل الغش والتدليس التي يستخدمها بعض الناس، لأن هذه الطريقة قد لا تصل بالمشتري أحياناً عندما تظهر فيها عملية غش وخداع أو احتيال في عملية البيع، لا يستطيع الوصول إلى الشخص. أحياناً أشخاص يأخذون صفات لأنفسهم ليست الصفات الأصلية، ينتحلون صفة شركات متخصصة في صناعة أدوية، في صناعة مواد بحاجة لها المواطن، لكن بعد السؤال والتحري عنهم يظهر أن هؤلاء الأشخاص ليسوا حقيقيين ولا يمتلكون أي صفة مهنية أو كفاءة في هذه إنتاج هذه المواد. أعتقد أن عملية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص صعبة جدا، لذلك على الإنسان عندما يريد شراء مثل هذه المواد عليه أن يكون حذر جدا، أن إذا كانت المادة المعروضة من قبل شخص عليه أن يكون معروف من قبله أو معروف من أحد الأشخاص الموثوقين لديه، وبالتالي يستطيع التعامل معه. أما إذا كانت جهة غير معلومة فالنصيحة بعدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، لأنه حدثت كثير من حالات الغش والتدليس والخداع والاحتيال، وذهبت مبالغ طائلة لمواطنين بسبب هذا الغش. إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع دولة أخرى راح نشوف أنه عمان حذرت الجهات الحكومية بها والجهات الخاصة من الشراء أونلاين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أنه لا تمتلك صفة قانونية لمزاولة مثل هكذا نشاط. ليش؟ لأن عندهم القوانين هي اللي تنظم عمل هذه البيجات وهذه الشركات، من الشروط اللي تضعها حتى أنه أنت تقدر تروج منتج معين، أنه أنت تصدر سجل تجارة وعندك سجل تجاري حتى تقدر تداول هذه المهنة وتبدي بالعمل. أيضا حذرت من الإعلانات اللي تروج حتى ما تقع بالفخ، وأيضا المواطن هو المسؤول إذا هو اشترى من هذا البيج أو من هذه الشركة، هو المسؤول عن المنتج اللي اشترى. من أغلب الأشياء اللي تعرض عن طريق الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، سناب شات وغيرها من المواقع، هي يعرضون الساعات، العطور، التحف، لأن هاي بسهولة ينخدع بها المواطن بأسعار مبالغ بها. فإحنا نشوف إنه هذا الموضوع انتشر بصورة كبيرة، مثل ما ذكرنا جهات ودول تحاول أن تنظم العمل وجهات أخرى تحاول أن تترك العمل اللي من هو وعي المواطن اللي هو يقرر. لكن خلينا نشوف دور الجهات الخاصة والموجودة بالعراق بموضوع السوق المتنامية بهذا الجانب، شلون يحاولون ينظمون، شلون يحاولون يكون هو منظم، وشنو تأثيره على المواطن وعلى المجتمع. نشوف الجواب وراجعكم. عملية التسوق الإلكتروني وبالأخص عملية البيع والشراء عن طريق السوشيال ميديا عملية شائكة محفوفة بالمخاطر، بها نسبة أرباح جيدة بالنسبة للبائع وجيدة بالنسبة للمستهلك، في ناحية أنه تكون رخيصة وغير متوفرة بالأسواق المحلية وسهولة الوصول إليها والتوصيل إلى باب المنزل. لكن في العراق وفي المجتمع العربي بالذات أصبح عمليات النصب والاحتيال كثيرة جدا في هذا المجال. يعني على سبيل المثال في الغرب أو بالتحديد شركة أمازون العالمية المعروفة، أمازون تكون هي التي تؤمن المستهلك، يعني شخص طرف ثالث يعني يروم بيع سلعة والطرف الثاني يكون يريد هذه السلعة، الطرف الأول
هو شركة أمازون، أما تأخذ البضاعة أما تكون هي المؤتمنة على بيع أو العملية الشراء أو عملية البيع والشراء. يعني على سبيل المثال إذا كان المنتج غير مطابق ممكن الشخص يرفع تيكت أو اعتراض إلى شركة أمازون، يخبرهم بأنه هذا الايتم اللي وصلني غير مطابق، مكسور، فيه تفاصيل أخرى. في هذه الحالة شركة أمازون تكون هي الخاسرة لهذا الايتم. في العراق نحن بحاجة إلى شركة وسيطة تكون طرف أول أو تكون طرف ثالث. طبعاً أكو فرق بين الأول والثالث. الأول تكون هي صاحبة المنتج، هي التي تقوم بالبيع، مثل شركة أمازون، إي باي، بي اس باي، كثير من الشركات. أما تكون طرف ثالث تقوم بحماية البائع والشاري. طبعاً المشكلة بعض الأحيان اللي تتوقع حالياً أنه البائع هم يتعرض إلى عملية نصب، يتصل به شخص وصل لي. طبعاً البائع أكو تفاصيل أخرى، البائع يستعين بشركة نقليات، يعني هو دا يدفع للشخص على مود ينقل له هذه البضاعة، وبالنتيجة يصل مندوب التوصيل، الشخص أما لا يرد على رقم التليفون أما يكون عنوان خاطئ. فهذه العملية تكون عملية نصب من الطرفين، يعني الريسك الموجود بين الطرفين البائع والشاري. هذه العملية إذا نظمت بطريقة شركة تقوم بالترويج، يعني هذا البائع يشيل هذا المواد العدة يخليها من هاي الشركة ويروج، هو يروج لها والشركة تروج، ويكون المستهلك على يقين انه هذه الشركة هي اللي يعني بضمانة هذه الشركة. هذا واحدة من الحلول. اكو حلول اخرى تستخدمها اوروبا الشرقية، يستعينون بالنظام البريد المعتمد، يعني الشخص على مود يشتري يعني حاجة تكون عن طريق نظام البريد، يعني يعطيها هذا النظام البريدي صندوق بريد، بس هم مكاتب منتشرة بكل أنحاء المدينة أو الدولة، ويجي إشعار للشخص الذي يروم شراء هذه الحاجة، وصل عندك وهو البائع مطيه كود، يروح يدفع، يعاين القطعة، يدفع ثمنها لشركة التوصيل أو البريد، مثل أوروبا الشرقية عندهم النوفي بوشتا، يروح يدفع لهم، يعاين البضاعة ويدفع لهم المبلغ ويأخذها. بهاي الحالة الشركة صارت طرف ثالث، حمت البائع وحمت المستهلك الذي ينوي شراء بضاعة لا يعرفها. الحديث يطول في هذا المجال، يعني احنا صارت عمليات نصب داخل العراق، احنا نحكي لوكالي يعني تحديدا في العراق، الوطن العربي فيه تفاصيل اخرى، وفي الصين يعني احنا بدينا نستورد من الصين. اكو تطبيقات جيدة حاليا في متاجر عراقية، متاجر الكترونية عراقية، هي وسيط بهذا الموضوع بس يحتاج الى انتشار اكثر. شكرا لكم. يجب التركيز على بعض النقاط المهمة، اللي منها أنه يجب أنه أنت تحمي حقك، يجب أنه تحتفظ بالفاتورة عند الشراء، يجب أنه أنت على علم ودراية وببحث بالبيجات اللي تشتري من عندها والمواقع اللي تشتري من عندها، تبحث بتفاصيلها، تبحث بالتعليقات، تبحث أنه هاي الشركة موجودة وين موقعها، حتى أنه أنت تقدر تضمن حقك. ثانيا يجب أن تكون هناك قوانين تلزم جميع الأطراف بقواعد محددة، ومن يخالفها سيعرضه للعقاب. بهذا راح
احنا نقضي على الشركات والبيجات الوهمية. ثالثا يجب ان يكون هناك موقع حقيقي موجود حتى انه انت تقدر تسترجع البضاعة بدون عناء، وانه انت ممكن تقدر تروح لمكان العمل وتختار البضاعة المناسبة لك. اذا المشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى انه الموضوع نال اعجابكم، ويجب ان تكون على علم ودراية بكل التفاصيل حتى انه انت ما تقع بفخ النصب والاحتيال، وبالتالي راح تعمل فائدة على الجميع. شاكرين متابعتكم، إنه نلتقيكم بحلقة أخرى. إلى اللقاء.